المحاضرة الثالثة في سلسلة محاضرات المحاسبة المتوسطة 2 لقسمي الأقسام المحاسبة والإدارة والتمويل بعنوان الالتزامات قصيرة الأجل في جزئها الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. طبعا هذه المحاضرة الثالثة في منهج المحاسبة المتوسطة 2 اللي هي بعنوان الالتزامات قصيرة الأجل. هنا يحصل المشروع على موارده من ثلاث مصادر، اللي هي طبعا أي مشروع يقام عنده مصادر للتمويل، ضروري باش يقام المشروع عنده مصادر للتمويل. طبعا هنا ما يكون المشروع طبعا يكون المصدر الأول الناس اللي بدأت في المشروع واللي مالك المشروع واللي أنشأت المشروع حدا بتبدأ في العمل متاعها، أكيد عندهم رأس مال معين بيدفعوه للمشروع باش يقوم المشروع ويبدأ النشاط متاعه. عندنا الدائنون اللي هم شنو؟ الأشخاص اللي بيدينوا المشروع أو بيدينوا أصحاب المشروع فلوس باش هم شنو يزيدوا به رأس المال متاعهم، باش مالكو المشروع حدايم يزيدوا رأس المال متاعهم عن طريق شنو الاستدانة من الأشخاص هذيم اللي هم الدائنون. طبعا عندنا المقرضون، طبعا هنا في فرق بين القرض وبين الدين. طبعا القرض هنا أكيد حيترتب عليه شنو، حيترتب عليه فوائد، لكن الدين هنا ما يترتبش عليه فوائد، هو مجرد مبلغ دفعناه او دفعوه لنا وبرجعوه خلاص. لكن هنا المقرضون عندما منا فيها قرض معناتها شنو، فيها نسبة فائدة معينة حتنتفع مع القرض، يعني حترد له القرض وحترد له نسبة الفائدة. والإيرادات الناتجة عن بيع السلع والخدمات، طبعا هنا الإيرادات الناتجة هذه حتى هي مصدر للتمويل المشروع. طبعا هذه ما تكونش طبعا في البداية، هذه تكون لما شنو المشروع يبدأ في الإنتاج متاعه ويستمر ويكمل، تبدأ هنا شنو قصة الإيرادات الناتجة عن بيع السلع والخدمات، يعني كل ما نبيع سلع وخدمات نحصل فلوس نقوي بها رأس مالي. لكن هذه ما تكونش في المراحل الأولى، بتكون في المراحل شنو المتقدمة. وعليه فإن الحصول على الموارد المالية من المصدر الثاني اللي هي الدائنون والمقرضون يؤدي إلى خلق التزامات على المشروع. طبعا أنا لما ناخذ فلوس عن طريق الاقتراض أو عن طريق الدين، أنا قاعد هنا عندي شنو التزام ضروري بنرجع، يعني عندي حتى في القائمة اللي هي قائمة المركز المالي عندي الأصول وعندي الخصوم. الخصوم اللي هي شنو حقوق الملكية، والالتزامات للالتزامات اللي هي شنو الدين اللي عليا، الدين اللي أنا مفروض ندفعه بعد مدة مالية محددة يعني أو مقررة. يؤدي إلى خلق التزامات على المشروع تجاه الغير تستحق السداد بعد فترة زمنية معينة. ويمكن تعريف الالتزامات بأنها عبارة عن ديون محددة القيمة، ديون محددة القيمة أو يمكن تقديرها بصورة معقولة نتجت عن عمليات أو أحداث سابقة ويتعهد المدين بسدادها في المستقبل بتقديم أصول وخدمات للدائن. هنا مرات ما يقدرش هو يسددها بشكل نقدي، لكن هنا شنو يسددها بأشكال أو بطرق أخرى للتسديد، اللي هي عن طريق تقديم أصول. مثلا أنا والله استدن منك 100,000 ما قدرتش أرجع، لكن نقدر نعطيك قطعة طوطة، قطعة أرض، نقدر نعطيك قطعة أرض أنا بدال المبلغ هذا، يعني نقدر قطعة الأرض ونعطيه لك، أو نقدر لك مبنى ونعطيه لك، يعني نقدم أصول بدال ما نقدم لك فلوس. ما نقدرش ندفع فلوس، ما عندي السيولة كذا، فنقدم لك شنو أصول اللي هي قطعة أرض، مبنى، سيارة مثلا، يعني على حسب تقدير القيمة اللي واجبة السداد. ولا ندفع لك شنو خدمات، يعني أنا مثلا شركة يتقدم في خدمات معينة مثلا شركة اتصالات تقدم في خدمات انترنت، نقدر ان نعطيك مثلا بدل ما نرد لك 5,000 دينار نعطيك مثلا 6 سنين مثلا انترنت مجاني. ما نقدرش نرد لك فلوس انا، لكن نقدر نعطيك حاجة مجانية، والخدمة هذه نقدر نقدم لك مجانية، نعطيك 5 سنين انترنت مجاني بدل الفلوس اللي المفروض نعطيه لك.
وتنقسم الالتزامات إلى نوعين رئيسيين، هما الالتزامات قصيرة الأجل والالتزامات طويلة الأجل. يجب أن يتم التفرقة بين هذين النوعين من الالتزامات في قائمة المركز المالي الحالي حتى يتم تحديد ما يحتاجه المشروع من موارد مالية خلال الفترة القريبة القادمة، أي موارد لازم لسداد الالتزامات القصيرة الأجل وتحديد قيمتها، أو قيمة الالتزامات القصيرة الأجل ضروري، وضروري أيضا الوصول إلى رأس مال العامل اللي هو الوركينج كابيتال، وهو عبارة عن فرق بين الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل والحصول على نسبة. والحصول على النسبة المتداولة الكورنت ريت، أي نسبة الأصول المتداولة للالتزامات قصيرة الأجل، ويخفي مدى أهمية رأس المال العامل وبالنسبة المتداولة كمؤشرات تدل على السيولة التي يتمتع بها المشروع ومدى سلامة مركزه المالي. وقد اعتبرت السن المالية ولفترة طويلة كأساس التفرقة بين هذين النوعين من الالتزامات، أي أنه وفقا لهذا المعيار التقليدي فإن الديون التي تستحق السداد خلال سنة من تاريخ الميزانية يعتبر التزامات قصيرة الأجل. يعني الفرق، هنا عندنا نوعين، ديما عندنا الالتزامات طويلة الأجل وعندها التزامات قصيرة الأجل. الالتزامات قصيرة الأجل طبعا هنا اللي زي ما نقولوا ما يتزوجش المدة بتاعتها مدة طويلة، أو مدة الاستحقاق مدة طويلة باش ترجع عند التزام مبلغ بسيط بترجع في سنة مالية أو أقل. يعني هذا يعتبر شنو، أو يصنفه فيه من تصنيفات الالتزامات قصيرة الأجل. وبالرغم من بساطة وسهولة هذا أساس التفرقة بين الالتزامات، إلا أنه قد تعرض لكثير من الانتقادات لأن أتباع هذا الأساس بالنسبة للمشروعات التي تمتد فيها ذروة تجارية لأكثر من سنة، قد يؤدي إلى عدم الوصول إلى التفرقة الصحيحة بين الالتزامات قصيرة الأجل والالتزامات طويلة الأجل، مما يؤثر على صحة المركز المالي لهذا أو لمثل هذا النوع من المشروعات. وسبب القصور هو أن المعيار التقليدي أصبح التجار الحديث يحدد التزامات قصيرة الأجل بالديون التي يحتاج سدادها إلى استخدام أصول متداولة أو خلق التزامات جديدة قصيرة الأجل، أما بقية الديون فتعتبر طويلة الأجل. هنا قال لك في العصر الحديث قاعد يصنفوا في الالتزامات قصيرة الأجل على أنها شنو، زي الديون اللي بتسترجع خلال فترة بسيطة، ما تسترجعش نقدا، تسترجع عن طريق شنو، الأصول أو خلق التزامات جديدة قصيرة الأجل، أما بقية الديون يعني كان ترتد مالي وأكثر من سنة مالية معينة فتعتبر شنو، التزامات طويلة الأجل. تقييم الالتزامات قصيرة الأجل تتطلب المعايير أو المعالجة المحاسبية الصحيحة إثبات وإظهار التزامات قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بقيمتها الحالية وليس بقيمتها في تاريخ الاستحقاق، ولكن عمليا يتم إثبات الالتزامات قصيرة الأجل في الدفاتر وإظهارها في قائمة المركز المالي بقيمتها في تاريخ الاستحقاق اللي هي القيمة الإسمية لها، ونظرا لصغر الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الإسمية كنتيجة قصر الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ الميزانية وتاريخ استحقاق. طبعا أنا قال لك لما تتباع في الميزانية طبعا هي تثبت في الميزانية في قائمة الأصول وليس الخصوم، التزامات قصيرة الأجل في قائمة الأصول، في هنا بند اسمه الالتزامات قصيرة الأجل، هنا تثبت بالقيمة الإسمية أو التكلفة التاريخية، يعني المبلغ اللي دفعت أنا كبداية بغض النظر عليه فوائد ولا معلش ولا كذا خلال السنة اللي مر بها والزيادات اللي صارت عليه، لا أنه تبتوب شنو بالتكلفة الإسمية اللي هنا لما خدينا المبلغ خداه من الشخص هداي للمشروع خديناها بقيمة معينة، خلاص هذه نثبت بها بغض النظر على الفوائد اللي زادت عليه. نقسم الالتزامات قصيرة الأجل إلى التقسيمات التالية، اللي هو الالتزامات قصيرة الأجل المحددة والالتزامات التي تنتج أو من قيمتها على نتيجة الأعمال المدفوعات المشروطة، يقولوا لها الالتزامات المحتملة اللي هي بنقوم بمناقشتها في أو كل نوع من هذه الأنواع الرئيسية وأهم بنود التي يشمل عليها كل نوع.
عندي أولا الالتزامات قصيرة الأجل المحددة. الالتزامات قصيرة الأجل المحددة هي عبارة عن الديون قصيرة الأجل التي تتكون أو تكون قيمتها وتاريخ استحقاقها مؤكدين بصورة معقولة، وفيما يلي أنواعها. زي مثلا أول حاجة الدائنون، عندي حسابات الدائنين هي عبارة عن ديون ناشئة عن شراء بضاعة. لما نشري بضاعة، أنا وليت شنو؟ وليت دائن لصاحب البضاعة أو مواد أو خدمات على حساب، ويرجع وجود حسابات دائنين في الدفاتر إلى الفترة الزمنية التي تفصل بين الحصول على السلع واقتناء الأصول وبين تسديد قيمتها، وهو ما يعرف بفترة الائتمان. فترة الائتمان مثلا 3/10 صافي 30، هذا نوع يعني من اللي هو بالنسبة لي 3/10 صافي 30. صافي 30 اللي هي 30 شهر، و3/10 اللي هي القيمة النسبة متاع الدين. وفيما يتعلق بقياس حساب الدائنين، فإنه لا توجد أي مشاكل محاسبية تذكر، لأن فاتورة الشراء تبين تاريخ استحقاق الفاتورة والمبلغ المطلوب سداده، مع الأخذ في الاعتبار أي خصم نقدي مستحق حتى يتم احتسابه. ويجب الانتباه بصورة خاصة للعمليات التي تتم قرب نهاية الفترة المحاسبية. هنا قلنا أول نوع من الأنواع اللي هو شنو؟ الدائنون. طبعا الدائنون هو قلنا ينتج حساب الدائنون أو مصطلح الدائنون، إن الشخص مشي شراء بضاعة. يعني مثلا لو بنجو نتلو على المشروع هنا اللي قايم هذا، نقول مثلا المشروع هذا مشي شراء بضاعة. طبعا هنا مش شرط إن الدائنون يعني الشخص أو المشروع استلف من مجموعة أشخاص مبلغ مثلا باش يمول المشروع، لا، مرات هو خذ بضاعة بالدين، المشروع خذ بضاعة بالدين، فهنا ينتج حساب شنو؟ الدائنون. الدائنون يعطي شنو؟ التزام قصير الأجل طبعا، وليه فترة استحقاق حتى هو يقول فترة الائتمان، والشروط متاعها حتى هي معروفة. وفيما يتعلق بقياس حسابات الدائنين، فإنه لا توجد أي مشاكل محاسبية تذكر، لأن فاتورة الشراء تبين تاريخ الاستحقاق يعني والمبلغ المطلوب سداده. هناي الشرط يعني كان هو مثلا صافي 30 اللي هو ولا 3/10 صافي 30 اللي هو كان زادت مثلا التاريخ، كان زاد مثلا على 10 أي الأيام بتزيد النسبة مثلا 30%. شروط هذه يديروا فيها ديما يعني كومنت شائع، ان يعني لو بتخلص انت في الفترة الزمنية المحددة حيكون طبعا في اللي يدير حتى في خصم لو خلصت انت قبل المدة، لكن لو خلصت بعد المدة حيلحق عليك شنو؟ زيادة في المبلغ. وهنا توجد طبعا فاتورة تاريخ الاستحقاق، طبعا يحطوا فيه شنو؟ على فاتورة الشراء نفسها. عندي هنا أوراق الدفع قصيرة الأجل. أوراق الدفع قصيرة الأجل هي عبارة عن الديون قصيرة الأجل اللي هو المثبتة كتابيا في شكل كمبيالة أو سند إذني تلتزم فيه المنشأة بدفع مبلغ الدين في تاريخ معين، وقد تحمل ورقة الدفع الكمبيالة أو السند الإذني بالإضافة إلى الدين الأصلي فائدة صريحة أو تدخل أو تدخل فائدة ضمن مبلغ الدين، وفي جميع الأحوال تحسب فائدة كالتالي. الأوراق الدفع هذه حتى هي طبعا عندي اثنين، عندي أوراق خصم، عندي أوراق دفع. أوراق دفع تعتبر شنو؟ من التزامات قصيرة الأجل. طبعا أوراق الدفع هذه اللي هي زي الكمبيالات والسندات الإذنية، طبعا حتى هي عندها مبلغ أو عندها تاريخ معين للاستحقاق، ويحملوا عليها طبعا في فائدة، أو قد تدخل فائدة ضمن مبلغ الدين. يعني مرات تكون الفائدة في مبلغ الدين نفسه، ومرات يقول لك أنت خذيت سند إذني أو كمبيالة بقيمة كذا وفائدتها راح تكون بقيمة كذا، أو يعطي لك باكج واحد. يعني المهم هي بتحسب فائدة على السند الإذني أو الكمبيالة، وبتستحق في فترة مالية معينة.
طبعا الحساب بتاعها اللي هي الفائدة تساوي المبلغ في سعر الفائدة في المدة، المبلغ الأصلي اللي هو أصل الدين اللي شريت اللي خذيته أنت، ضارب سعر الفائدة ضارب شنو المدة الزمنية. ومن الجدير بالذكر أن القانون التجاري الليبي قد أجاز اشتراط فائدة على مبلغ الكمبيال، وذلك بالنسبة لنوعين فقط من الكمبيالات، اللي هي كمبيالات مستحقة لأداء لدى الاطلاع، وكمبيالات مستحقة لأداء بعد مدة من الاطلاع. أما بالنسبة لأنواع أخرى وهي كمبيالات التي تستحق الأداء بعد فترة معينة من تاريخ إنشائها، الكمبيالات التي تستحق ليوم معين فلا يجوز فيها اشتراط أي فوائد، وفي حالة اشتراط فائدة بموجب القانون أن يكون سعرها مبين عن الكمبيالة، فإذا خلت منه يعتبر شرط الفائدة باطلا. يعني ضروري يكون زي فاتورة الشراء، ضروري تكون شنو سعر الفائدة موجود على الكمبيالة نفسها. هنا بناخد مثال اللي هو على أوراق الدفع. عندنا قامت أحد المنشآت في 1/11/99 باقتراض مبلغ 6000 دينار نقدا مقابل ورقة دفع تستحق بعد سنة بسعر فائدة قديش؟ 8% سنويا. المطلوب تسجيل قيود يومية المتعلقة بهذه العملية في دفاتر المنشأة حتى تاريخ سداد الورقة، مع افتراض وجود حالتين: الحالة الأولى الكمبيالة تحمل فائدة صريحة، أو الحالة الثانية الكمبيالة تحمل فائدة ضمنية. عندنا في الحالة الأولى أو الحل قيمة الفائدة اللي هي 6008% اللي هو تعطيني قديش؟ 480 دينار. هذا سعر الفائدة، سعر الفائدة زي ما وضحنا بكر في المثال أو في القانون، قلنا أصل المبلغ ضارب المدة ضارب الفائدة ضارب المدة، هو عطيني هنا سعر الفائدة قال لي 8%، بهذا طلعنا به شنو قيمة الفائدة. الحل الأول الكمبيالة تحمل فائدة شنو صريحة، تاريخ سحب الكمبيالة اللي هو في 1/1/92 اللي هو موجود حتى في المثال، عندنا 6000 من حساب النقدية إلى حساب أوراق دفع قصيرة الأجل. طبعا هنا يعني لما خذيت الكمبيالة النقدية متاعي زادت باعتبار أني اقترضتها، زادت إذن رقيت النقدية للجانب المدين. طبعا هذا أصل الأصول اللي هو النقدية في الجانب المدين، لما زادت قعدت في الجانب المدين إلى حساب أوراق دفع قصيرة الأجل، تعتبر من الالتزامات حتى هي زادت عليك اللي هو بقيمة قديش؟ 6000 دينار. تاريخ انتهاء السنة المالية اللي هو زي ما نقول احنا تاريخ الاستحقاق متاع، عندي هناي حساب مصروف فوائد اللي هو 80 دينار إلى حساب شنو مصروف فوائد مستحقة اللي هو قديش؟ 80 دينار. عندي هناي اللي هو هامش بسيط التوضيح اللي هو 480 ضارب 2 تقسيم 12، 480 ضرب 2 تقسيم 12 اللي هي شنو؟ تعتبر هناي سعر الفائدة نضربوه في السنتين اللي هو مكتوب فوق 1/11، أو في الشهرين في السنتين آسف، من 1/11 في الشهرين، في الشهرين 1/11 إلى 31/12 سنة 92، هذه يعتبر الشهرين تقسيم قديش؟ تقسيم 12، لأن احنا شنو بنطلعوا قيمة الشهر الواحد، بنطلعوا قيمة الشهر الواحد اللي هو قديش؟ 80 دينار. قيمة الشهر الواحد اللي هو 480 قلنا ضارب 2 اللي هن شهرين من 1/11 لواحد وثلاثين 12 تقسيم 12 اللي هي عدد الشهور في السنة اللي بتعطيني قديش؟ 80. ويظهر حساب مصروف فوائد في قائمة الدخل لسنة 92، بينما يظهر حساب مصروف فوائد مستحق ضمن الالتزامات قصيرة الأجل بالميزانية، التزامات قصيرة الأجل اللي هو 6000 أوراق الدفع بنقص منها
أو بنزيدوها مصروف فوائد اللي هو قديش 80، اللي هو قديش 680، أو آسف 6000 بنزيدوها 80 بتولي 6080، اللي هي شنو قيمة الفوائد اللي وقيمة أصل المبلغ زائد الفائدة اللي مستحق علينا. هنا تاريخ استحقاق ورقة الدفع في يوم 31/10/93. عند استحقاق الكمبيالة يتم دفع المبلغ الأصلي مضافا إليه الفائدة عن السنة كاملة. يعني هنا في تاريخ الدفع ديما بنجيبه وبندفع أصل المبلغ اللي احنا استدناه أو اقترضناه، ندفع معاه شنو الفائدة المحسوبة على السنة اللي قعدت فيها المبلغ عندنا، اللي هو هنا من مذكورين اللي هو مصروف فوائد استحقه، حساب مصروف فوائد اللي هو 400 ضرب 10 تقسيم 12. طبعا 10 تقسيم 12 اللي هي 10 شهور في السنة، هنا يدلنا 10 تقسيم 12 زائد أصل المبلغ. طبعا هنا مصروف موارد مستحق اللي هو كيف مستحق، يعني فاضل من السنة اللي فاتت، وعندي مصروف أو فاضل من الشهور اللي فاتت، وعندي مصروف فوائد ل10 شهور في السنة هذه اللي هو زايد شنو أصل المبلغ اللي هي قديش 6000 دينار. لما بنرجعو 6000 زائد 400 زائد 80 حتعطيني 6480 إلى حساب النقدية، يعني المبلغ شنو اللي دفعتني نقدا اللي هو 6480. 6000 أصل ورقة دفع ومصاريف الفوائد المستحقة ومصاريف فوائد عن مبلغ اللي هو قديش 480 دينار. عندي الحالة الثانية اللي هي الكمبيالة تحمل فائدة ضمنية. في هذه الحالة يصبح مبلغ الكمبيالة عبارة عن المبلغ الأصلي مضافا إليه الفائدة، أي اللي هو المبلغ الأصلي هنا 6000 دينار، طبعا معروف 6000 دينار مذكور في المثال، زائد 480 دينار اللي هو شنو أصل الفائدة أو الفائدة اللي يستحق عليها المبلغ اللي هو 6400 دينار. وتم إجراء القيود اليومية التالية اللي هو تاريخ سحب الكمبيالة. طبعا تاريخ السحب كان في شنو في 1/11 ل1/12 ده شهر، ومن 1/12 ل31/12 ده شهر، يعني شهرين. الشهرين هذين حنديرو ده طبعا من مذكورين اللي هو 6000 حساب النقدية. طبعا هذا لما استلمنا احنا النقدية، وعندي أوراق خصم اللي هي خصم أوراق دفع اللي هي 480، وعندي إلى حساب أوراق دفع اللي هي 6480. تاريخ انتهاء السنة المالية اللي هو في يوم 31/12/92، عندي 80 دينار اللي هي عبارة عن شهرين. طبعا 80 دينار تمثل شهرين اللي هي 480 ضرب 2 على 12. 480 ضرب 2 على 12 تساوي 80 دينار اللي هو تمثل شهرين، اللي هو زي ما حسبناهن من 1/11 ل31/12. ويظهر حساب مصروف فوائد في قائمة الدخل لسنة 92، أما رصيد حساب خصم أوراق الدفع فيتم طرحه من حساب أوراق الدفع في الميزانية. في ميزانية 31/12/92 على النحو التالي: عندي الالتزامات قصيرة الأجل اللي هي 6480 أوراق دفع، وعندي 400 دينار اللي هي خصم أوراق دفع، الناتج يطلع قديش 6000 دينار. 6000 دينار اللي هو أصل المبلغ. وهذا الإجراء هو الإجراء المحاسب السليم، لأنه يؤدي إلى إظهار الالتزامات الصحيحة في 31/12/92، ويتفادى تضخيم الأصول كما هو الحال عند استخدام حساب الفوائد المدفوعة مقدما بدلا من حساب خصم أوراق الدفع. عندي تاريخ استحقاق ورقة الدفع اللي هو في يوم 31/10/93. عندي هنا 400 اللي هو حساب أوراق دفع أو مصروف فوائد، آسف، حساب مصروف فوائد اللي هو
400 دينار اللي هو عبارة عن 480 في العشرة شهور أو في العشرة، عندي هنا 6480 حساب أوراق دفع إلى مذكورين اللي هم 400 هنا خصم أوراق دفع، وعندي نقدية 6480. ويجب ملاحظة أنه في كلتا الحالتين، أي سواء كانت فوائد صريحة أو ضمنية، نجد أن السنة المالية قد تحملت بنفس قيمة الفائدة، وأن الالتزام الناشئ عن ورقة الدفع والذي يظهر أو الذي يظهر بالميزانية هو واحد من الحالتين. وهناك بعض الحالات التي تقوم فيها اللي هي الجهة المقرضة بخصم قيمة الفوائد مقدما من قيمة القرض، ويصبح المبلغ المستلم عبارة عن قيمة القرض ناقصا الفائدة. هنا قال لك في بعض الحالات الجهة تخصم في قيمة الفوائد مقدما، يعني تأخذ الفائدة مقدما مش في نهاية السنة، هنا من قيمة القرض، ويصبح المبلغ المستلم، طبعا المبلغ اللي بيستلموه هم في النهاية، عبارة عن قيمة القرض ناقص الفائدة. ليش ناقص الفائدة؟ لأن هم الفائدة يأخذوا فيها مسبقا ويأخذوا فيها مقدما، في حين تكون الكمبيالة بمبلغ القرض. ففي المثال السابق، إذا قام المقترض بخصم الفائدة مقدما عن قيمة القرض، فإن المنشأة تحصل في 1/11 على مبلغ 5520 دينار فقط، اللي هو ليش تحصل على 5520 ما تحصلش على 6480؟ لأن هنا خصمنا قيمة القرض، خصمنا قيمة فوائد القرض اللي هو خصمنا 480 دينار. 480 دينار لما خصمناها، يعني المبلغ اللي تستلمه هي قديش؟ 5520 دينار. الاستحقاق هو عبارة عن قيمة ورقة الدفع، وتصبح قيود اليومية على النحو التالي: تاريخ سحب الكمبيالة اللي هو في يوم اللي هو في 92 في من مذكورين اللي هو النقدية. لو تلاحظ النقدية اللي استلمها المشروع واستلمتها المنشأة اللي هو 5520 حساب النقدية، و480 حساب خصم أوراق الدفع إلى 6000 إلى حساب أوراق دفع قصيرة الأجل. تاريخ انتهاء السنة المالية اللي هو في 31/12/92، هنقوم بالقيد التالي اللي هو 80 من حساب مصروف فوائد إلى حساب خصم أوراق دفع. طبعا 80 اللي تمثل شنو؟ تمثل شهرين في السنة اللي هو 2 علي أو 2 تقسيم 12 اللي هي تمثل شهرين في السنة، وتظهر الالتزامات قصيرة الأجل في الميزانية اللي هو في يوم 31/12/92 بالشكل التالي. طبعا هنا لما يجوا الميزانية هنا نلقوا فيها أن أوراق دفع كانت 6000 دينار، لكن لما نخصم منها خصم أوراق دفع اللي هو 400 دينار، اللي هو طبعا 400 دي تمثل 10 شهور في السنة، اللي هو بيطلع لي صافي المبلغ اللي هو 5600 دينار. 5600 دينار من وين جاني؟ اللي هو جاني من 5520 اللي شفناها بكري في المثال، زايد 80 دينار اللي هو الشهرين الأخيرات اللي هو 5600 دينار. هنا تاريخ استحقاق الكمبيالة، تاريخ استحقاق الكمبيالة في يوم 31/10/93. هنا بنقوم بإنشاء القيد التالي اللي هو بالمذكورين اللي هو 400 حساب المصروف فوائد. طبعا 400 هذه اللي هي تمثل 10 شهور في السنة، اللي هو 480 × 10 × 12، عندي 6000 اللي هو أوراق دفع قصيرة الأجل بالكامل إلى مذكورين، عندي خصم أوراق دفع اللي هي 400 دينار، والنقدية اللي دفعوها اللي هو 6000 باعتبار المبلغ اندفع بالكامل مع الفوائد متاع اللي هو قديش؟ 6000 دينار. ومما تجدر ملاحظته أنه في مثل هذه الحالات تصبح الفائدة الفعلية أعلى من الفائدة الإسمية. ففي المثال السابق نجد أنه في حين كانت الفائدة
الاسمية. عندي رقم 3 اللي هو استحقاقات الجارية للديون طويلة الأجل. التزامات قصيرة الأجل بالمركز المالي يجب أن تتضمن الجزء الذي يستحق الدفع من الديون، مثل زي السندات وأوراق الدفع طويلة الأجل خلال السنة المالية القادمة. ويشترط في ظهور هذا الجزء ضمن التزامات قصيرة الأجل أن تسديده سيتم عن طريق استعمال وصول متداولة. أما الديون طويلة الأجل التي تستحق خلال السنة المالية القادمة، ولكن تسديدها سيتم باستعمال أصول جمعت لهذا الغرض من غير الأصول المتداولة أو بواسطة متحصلات من مصادر غير متداولة، فإنها لا تعتبر التزامات قصيرة الأجل. عندي مصروفات مستحقة. المصروفات المستحقة هي تلك المصروفات التي تخص الفترة المالية الحالية ولكنها لم تدفع بعد. هذه حتى هي نوع من الالتزامات قصيرة الأجل. المصروفات المستحقة يعني شنو؟ زي ما نقول احنا أجرت مبنى ودفعت أو دفعت المبلغ متاعها مقدما، أو ما دفعتش المبلغ متاعها مقدما لكن أنا أجرتها أو قلت له بخلصك مثلا السنة الجاية. أجرتها في 1/1 من عام 2000 وبنخلصها في 1/1 عام 2001. هذه مصروفات شنو؟ مستحقة. هي انصرفت لكنها لم تدفع بعد، وتظهر هذه المصروفات كالتزامات قصيرة الأجل بالميزانية نتيجة لعمل قيود التسوية في نهاية الفترة المالية تطبيق المبدأ مقابل الإيرادات المصروفات. فمثلا أن اتضح عندي أعداد حسابات ختامية على الفترات المالية بحد المنشآت أن هناك مصروف فوائد مقداره 100 دينار يخص هذه الفترة الحالية ولكنه لم يدفع بعد، فيجب إجراء قيد التسوية اللي هو من حساب مصروف فوائد إلى حساب مصروف فوائد مستحقة بالقيمة، ويقفل حساب مصروف فوائد في حساب الأرباح والخسائر طبعا عكس طبيعته اللي هو بيكون شنو من حساب أرباح وخسائر إلى حساب من حساب أرباح خسائر إلى حساب شنو مصروف الفوائد. يعني يقفل الحساب عكس طبيعته. هنا عندي مصروف فوائد طبيعته مدينة، فهو بيقفل وبينحط في الجانب الداين. ويقفل حساب مصروف فوائد في حساب أرباح خسائر أم حساب مصروف فوائد مستحقة، فيظل مفتوحا ويظهر رصيده في الميزانية ضمن بند المصروفات المستحقة تحت الالتزامات قصيرة الأجل. 5 توزيعات أرباح تحت الدفع. توزيعات الأرباح المعلنة التي لم تدفع بعد يجب أن تظهر كالتزامات. كيف هنا توزيعات قصيرة الأجل في الميزانية وظهور هذه التوزيعات كالتزامات بين تاريخ إعلانها وتاريخ دفعها نتيجة ناتج عن كون هذه التوزيعات التزامات هي على الشركة تجاه حملة الأسهم يستحق الدفع خلال السنة المالية القادمة، ويتم تسجيل قيد يومية التالي عند الإعلان عن توزيع أرباح. يعني كيف هنا اللي هو توزيعات أرباح تحت الدفع اللي هو مثلا أعلنت الشركة على أن حملة الأسهم المساهمين عندها واللي قاموا بشراء الأسهم متاعها أعلنت أنها بتوزع لهم فلوس. ليش؟ نتيجة لأرباح، نتيجة لأرباح تعطي كل حاملة الأسهم دي شنو نسب من الأرباح دي، لكنها لم تدفعها، أعلنت عليها لكن ما دفعتهاش بشكل رسمي. فهذه شنو يسموا فيها مصروفات حتى هي تعتبر من الالتزامات قصيرة الأجل. يعني التزام عليك أنت مفروض تدفع نسب الأرباح لكن ما دفعتهاش. ويظهر حساب توزيعات أرباح تحت الدفع ضمن الالتزامات قصيرة الأجل بالميزانية، ويرحل للسنة المالية التالية حتى يتم صرف هذه الأرباح إلى حملة الأسهم، وعندئذ يتم إعداد القيد التالي اللي هو من حساب توزيعات أرباح تحت الدفع إلى حساب شنو النقدية. والجدير بالملاحظة أن بالنسبة لأرباح الأسهم الممتازة المجمعة
فإنها لا تعتبر التزامات على الشركة إلا بعد إعلانها رسميا، ويتم عادة الإفصاح عن هذه الأرباح المجمعة غير المعلنة في هوامش التابعة للقوائم المالية. عندي هنا التأمينات المستعادة. كثيرا ما يحدث في الحياة العملية أن تطلب منشأة من عملائها إيداع مبلغ معين قابل للاسترجاع لضمان تنفيذ عقد أو خدمة أو ضمان. يعني مثلا بالشكل البسيط للعنوان هداي اللي هو يقول الديبوزيت. ديبوزيت نمشي مثلا أجر شقة مأتتة، صاحب الشقة يقول لي راهو إيجار الشقة 400 دينار، وبتعطيني ديبوزيت 1000 دينار. شنو هو الديبوزيت؟ الديبوزيت هذا يعني ضمان لسلامة الأثاث الموجودة في الشقة. يعني ني بعد ما ينتهي الشهر هداي وتدفع لي 400، بنجي ندير تشيك على الأثاث. لو لقيت حاجة مكسرة، لو لقيت حاجة مثلا طايحة، حاجة عاطلة، حاجة كذا، أنت بتحمل مسؤوليتها وبناخد حقها من المبلغ 1000 دينار اللي أعطيته لي أنت مسبقا. أصلا بنعاين الضرر، مثلا طاولة تكسرت قيمتها 200 دينار، خلاص أنا خناخد قيمة 200 دينار وندفع لك برد لك 800، يعني أنا خدت منك 1000. هذا شنو؟ ضمان للأثاث الموجودة في الشقة هذه، هذا هو الديبوزيت. في العادة في الدول الأوروبية طبعا يستخدموا فيه. كثيرا ما يحدث في الحياة العملية أن تطلب منشأة من عملائها إيداع مبلغ معين قابل للاسترجاع لضمان تنفيذ عقد أو خدمة. هنا طبعا تنفيذ عقد أو خدمة زي ما نقول احنا باش ما ترجعش انت على العقد، ولا باش ما تشوبش من الخدمة. تلقاها تقول لي تفهم على مبلغ، تقول لي لا وانا ارتبطت بيك، يعني خلاص فهنا مشكلة. فمناخد منك ديبوزيت باش نضمن، نضغط عليك ماليا انك ما تلتزم يعني بالشيء اللي تفهمنا عليه لتغطية الالتزامات قد تنشأ في المستقبل. هذه المبالغ التي يطلق عليها اسم تأمينات مستعادة أو تأمينات قابلة للاسترجاع يجب إظهارها شنو حتى هي تعتبر شنو التزامات قصيرة الأجل. اللي بعدها اللي هي الإيرادات المقدمة. الإيرادات المقدمة قد يحدث أن تحصل المنشأة على إيرادات. طبعا الإيرادات المقدمة اللي هي شنو؟ دفع لشخص قيمة شيء معين مسبقا. هذه طبعا هي من الإيرادات المقدمة. بكري قلنا في طبعا الإيرادات المقدمة هذه لما مثلا شخص أجر مبنى ودفع لي 3 سنين مقدما، يعني هذا يعتبر شنو؟ كأنه التزام علي، يعني أنا ملتزم مع صاحب الإيجار اللي أجر مني ودفع لي مسبقا، ما عادش نقدر نأجر لشخص تاني غيره لأن التزمت معه ودفع لي حتى مقدما. وفي أي وقت مثلا دفع لي 3 سنين مقدما يأجر سنة ويقول لي السنتين التانيات ما صار ليش، طبعا أنا ملتزم إني برد الفلوس نتاعه. فالفلوس نتاعه تعتبر شنو عندي؟ عندي التزامات قصيرة الأجل، تصنف من تصنيف الالتزامات قصيرة الأجل. ليش؟ لأن فلوسي عنده وفي أي وقت يقدر يرجعهم لو هو ما استفادش من الخدمة. قد يحدث أن تحصل منشأة على إيرادات خلال فترة معينة ولكنها تخص فترة مالية قادمة. زي ما قلنا هنا المبلغ المدفوع مقدما، وحيث أن المعالجة المحاسبية السليمة تطلب استعمال أساس الاستحقاق تحقيق المبدأ تحقيق الإيراد، فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تظهر كالتزامات قصيرة الأجل بالميزانية لأنها تخص فترة مالية قادمة. طبعا هذه في الميزانية ما نقولوش نقول لا ناني خلص كامل بعد تالي لا نشجله، لا يعني هو خلص كامل نشجله له المبلغ كامل، لكن نحطه نسكره باللي يخص السنة هذه ونرحله السنتين الجايات في الميزانية كالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الاشتراكات في المجلات والجرائد أقرب مثال على إيرادات مقدمة. فعندما تقوم منشأة باستلام هذه الاشتراكات فأنا تلتزم تجاه المشتركين بإرسال المجلات لهم
طوال مدة الاشتراك، وتقوم بتسجيل القيد التالي من حساب النقدية إلى حساب الشركات محصلة مقدما، ويتم تخفيض هذه التزامات الاشتراكات بقيمة الأعداد المرسلة من حساب الاشتراكات المحصلة مقدما إلى حساب إيرادات الاشتراكات. هذه هي يعني الفحوى متاع الإيرادات المقدمة. عندي اللي بعدها اللي هي شنو التحصيل لصالح طرف ثالث. يلتزم أو يلزم قانون الضمان الاجتماعي وقانون الضرائب الدخل وقانون ضريبة الجهاد وقانون ضريبة الدمغة الشركات والمنشآت والهيئات والمؤسسات والإدارات العامة ضرورة القيام باستقطاع نسبة معينة من مرتبات العاملين لصالح الضمان الاجتماعي. مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب، وهذا يطلق عليه في الضرائب الخصم عند المنبع. كمان تقوم الشركات والمنشآت بتحصيل رسوم دمغة من الزبائن لصالح مصلحة الضرائب على فواتير البيع التي تصدرها طبيعي، وتقوم الشركة أو المنشأة بتسجيل الضمان الاجتماعي ومستحقات مصلحة الضرائب في دفاتر بمجرد استحقاقها، وتظهر المبالغ المستحقة والتي لم تدفع بعد كالتزام قصير الأجل بالميزانية، وفيما يلي شرح مختصر لهذه المستحقات مختلفة وكيفية تسجيلها بالدفاتر. طبعا قانون الضرائب وقانون الضمان الاجتماعي، قانون ضريبة الجهاد وقانون ضريبة الدمغة، هذين شنو يقوموا باستقطاعات نسب من مرتبات العاملين لصالح الضمان. هذا يعتبر حتى شنو من الالتزامات قصيرة الأجل، يعني استقطاعات هذه شنو التزامات قصيرة الأجل، تقوم أو تخصم من مرتبات شنو العاملين في الدولة. عندنا الضمان الاجتماعي، نص قانون الضمان الاجتماعي على إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي لجميع العاملين. طبعا الاشتراك في الضمان هنا للعاملين في الدولة ملزم وليس اختياري، في مقابل الحصول على المنافع النقدية والعينية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، وتشمل المنافع النقدية معاش الشيخوخة ومعاش العجز لإصابة العمل ومعاش العجز الكلي لغير إصابة العمل ومعاش المستحقين عن المضمون والمعاش الأساسي لفاقدي العائل ولعدمي الدخل وعلاوة العائلة أصحاب المعاشات والمنافع والمنح المقطوعة، وتشمل المنافع العينية الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. وقد حدد القانون المشار إليه اشتراك العاملين في الضمان بنسبة طبعا 3.75% تستقبل المرتبات أو مرتباتهم الشهرية بواسطة جهة العمل، بإضافة إلى نصيب جهة العمل وهو بنسبة 5.25% من المرتب، وعليه تصبح جهات العمل ملزمة بتسديد نسبة 9% من إجمالي مرتبات العاملين بما فيها صندوق الضمان الاجتماعي في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي في تاريخ استحقاقه، والفترة التي تفصل بين تسجيل مستحقات الضمان الاجتماعي في الدفاتر وبين تسديدها. في هذه المبالغ التزام قصير الأجل. عندي هنا الضرائب، ضريبة الدخل. طبعا ضريبة الدخل حسب قانون لسنة 73 فإن جهة العمل ملزمة باستقطاع ضريبة الدخل من مرتبات العاملين بعد استنزال استقطاع الضمان الاجتماعي. عندي أول حاجة الشريحة الأولى، طبعا من هنا مقسمين هذه الشرائح. الشريحة الأولى اللي هو للألف وتمنمية دينار الأولى من الدخل 8%، 1200 دينار التالية من الدخل 10% نسبة استقطاع، الشريحة الثالثة 1800 دينار التالية من الدخل 15%، 1800 دينار التالية من الدخل 20%، والشريحة الخامسة 1800 دينار الثانية من الدخل 25%، وما زاد على ذلك فهو 35%. وينص القانون على عفاء كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله الشهري الخاضع للضريبة 480 دينار إذا كان أعزب، أو 720 دينار إذا كان متزوج وليس له أولاد يعولهم، أو 1900 دينار إذا كان متزوج وله أولاد يعولهم. فإذا جاوز دخله
الحدود المذكورة فرضت الضريبة على ما زاد عليه، ويجب ملاحظة حد الإعفاء يدخل في حساب الشريحة الأولى من الدخل، ويعتبر جزء مستحق في مصلحة الضرائب التي لم يدفع بعد التزاما عن الشركة، يدخل ضمن الالتزامات قصيرة الأجل. هنا نعود للنقطة الرئيسية متاعنا اللي هو شنو الجزء المستحق لشريحة أو لمصلحة الضرائب والذي لم يدفع بعد يعتبر شنو التزام على الشركة، يدخل ضمن التزامات قصيرة الأجل. يعني الشركة لما متخلصش مصلحة الضرائب في الكلام هذا يعتبر شنو التزام عليها. ضريبة الجهاد تخضع المرتبات الشهرية لجميع العاملين لضريبة الجهاد المنصوص عليه في قانون 44 سنة 1970، أقل من 50 دينار 1% ومن 50 لـ100 اللي هو 2%، وأكثر من 100 اللي هي قديش 3%. شكرا على حسن استماعكم وإصغائكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من المحاضرة. طبعا لأي استفسار أو معلومات أو أسئلة تابعوني على الإيميل الشخصي أو حتى على المنظومة أو البوابة الإلكترونية بتاع الجامعة أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.